لقي 3 أشخاص على الأقل مأسرعهم بسبب أمطار غزيرة ضربت جنوب شرق فرنسا، فيما توقفت ليلا عمليات البحث عن 4 آخرين مفقودين بسبب مستويات المياه العالية إلى حد خطيرة. وقال مسؤول في جهاز الإطفاء الفرنسي إن عمليات البحث لا يمكنها أن تستمر نظرا لحالة الممرات المائية التي تجعل التدخل خطرا للغاية، مؤكدا أنها ستستأنف اعتمادا على مستويات المياه. هذا وأعلنت حالة التأهب البرتقالية في 6 مناطق بجنوب شرق فرنسا جراء الأمطار غير المسبوقة المرتبطة بالعاصفة مونيكا.